اهلا وسهلا بحضراتكم اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي ونجومنا الكبار النجم الكبير كابتن اسامه عرابي. ازيك كابتن اسامه؟ اهلا وسهلا، شرف ومنور. الله يخليك. انتوا قاعدين لي قاعده الحقيقه غريبه جدا، يعني المفروض كان الكابتن عادل اللي يقعد هنا وعشان اجي واحده واحده. اللي هو صح بدل ما عدي بلال وجيلك. هم صح يعني طبعا بعد الكابتن اسامه لازم اقول الكابتن عادل. ازيك كابتن؟ انا كابتن اسلام. الحمد لله. ازيك كابتن بلال؟ الله يخليك. ازيك كابتن اسلام؟ كله كويس؟ ايوه صح، كان لازم نقسم لازم نلف ونعمل وبتاع. ازيك كابتن اسامه؟ الحمد لله كله كويس؟ الحمد لله. كابتن اسامه، اولا يعني مباراه منتخب مصر مع منتخب السنغال بشكل عام، بشكل عام الاول، كيف ترى هذه المباراه؟ مباراه مش عايز اتكلم على قائمه ومش عايز اتكلم على اسماء، لكن احب اتكلم بشكل عام. مباراة من أهم المباريات هتبقى في تاريخ الكرة المصرية، زيها زي مباريات كتيرة قبل كده، مصر والجزائر سنة 90. انت كنت موجود يا كابتن؟ الكابتن عادل اللي كان؟ انا لا كنت موجود، رحت كاس عالم بس ما لعبتش المباراة دي. الماتش ده لا لا انا كنت مصاب قبل ساعة التصفيات، كنت مصاب. زي مباريات كتيرة جدا مهمة في تاريخ الكرة المصرية، مصر والكاميرون 86 مثلا اللي حصل في ضربات جزاء، يعني ماتش فاصل لبطولة عالمية. انت بتلعب منتخب كبير جدا. ايوه، المنتخب السنغالي من افضل المنتخبات اللي في القارة، والدليل على كده ان خد بطولة افريقيا الاخيرة، وانت اللي كنت المنافس او اللي خدت المركز الثاني، يعني الفرقتين اول وثاني هيلعبوا بعض يعني. فهي مباراة ما فيش شك ان هي صعبة، وانا متصور ان او شبه متأكد يعني ان كرة القدم فيها مفاجآت وفيها متغيرات. يعني انا متأكد ان اللي هيكسب مننا احنا الاثنين مش هيطلع الا غير بشق الانفس وبعد المباراة الثانية. يعني سواء مصر هتصعد ان شاء الله بإذن الله او المنتخب السنغالي، الموضوع هيبقى صعب جدا ومش هيتحسم في القاهرة. يعني الحسم هيبقى هناك في السنغال، في مباراة السنغال، لان المباراة هتبقى متقاربة. المباراة صعبة هنا جدا وصعبة هناك جدا على الفرقتين على فكرة. يعني رغم ان المنتخب السنغالي ما فيش شك في مباراتنا بتاعت الامم الافريقية كان افضل اثناء المباراة يعني، لكن قدرنا نوصل لضربات جزاء، وهو كان موفق انه خد البطولة بضربات الجزاء. فهم يملكوا نجوم كتير، احنا نملك نجوم كتير، فانا شايف ان المباراة مش هتبقى سهلة على الفرقتين. احنا لازم نستغل وجود ان شاء الله 60,000 متفرج اللي هيبقوا متواجدين في استاد القاهرة، لازم نستغل الموضوع دوت. نعم. ونحاول نكسب المباراة بأي طريقة وبأي نتيجة على فكرة. يعني ما فيش حاجة اسمها ان انا بلعب السنغال يبقى انا عايز اكسب مثلا 3-4 ولا يعني الماتش التاني ما بقاش ليه لازمه. لا، ممكن بس ايوه انك المهم انك تعرف تكسب المباراه وبعد كده يحلها الف حلال. طبعا يعني هو ده نمره واحد، انك تعرف تكسب المباراه. نعم. 1-0 بقى. نعم. 2-0، 2-1، هو طبعا الافضل ما يخش في اهداف، بس المهم انك تكسب المباراه هنا. دي مهم، نقطه هتبقى فارقه، ولذلك الجماهير هيبقى ليها دور السحر، دور كبير جدا. نعم. لانه يعني الحماسه والدفعه اللي تديها للعيبه، بس اتمنى ان هي تكون خلال ال 90 دقيقه كلهم. لان المباراه زي ما قلنا انت ما بتلعبش منافس بعيد عنك قوي، فانت بسهوله هتكسبه. وان ال 90 دقيقه تبقى معاك انت بس في اتجاه واحد، لا. المباراه هتبقى رايحه جايه، ممكن يبقى فيها هجمات عليك في فترات، انت بتهاجم في فترات، فلازم الناس اللي رايحه تشجع انها تبقى مامنه بالفرقه ومسندها لغايه لما الحكم يصفر، لانه المكسب ممكن يجي في اخر ثانيه يعني. نعم. مش ضروري تكسب من اول المباراه. تمام. فان شاء الله الجماهير دي هتبقى ليها دور وتبقى دافع وحافز كبير او دافع كبير للعيبه ان شاء الله. كابتن عادل، الاستعدادات، شايف الاستعدادات ازاي خلال منذ بدايه المعسكر وحتى الان؟ يعني انا شايف انه في تركيز. انا مش شايف الحته اللي كانت بتتعمل زمان، الزيارات والحاجات دي، شايف انه في صور وبتاع. محمد مش عارفين نجيبه، محمد صعب شايفين ناخد معاه صور. والتصوير والحاجات دي، شايف ان في قفله كويسه وفي مسؤوليه كبيره على المنتخب يعني، ومقفلين كويس. ويمكن الحاجه الثانيه المهمه انه الاختيارات والحاجات دي كلها ما حدش اتكلم عليها كتير، ولا حد انتقد ولا اي حاجه يعني. خلاص عدت علشان الناس كلها مركزه مهما حصل الاسماء اللي انت خدتها مستر كروش.
فاحنا كل الناس تتمنى ان احنا نوصل ونكسب. بس هو في كلمه عايز اقولها على اهميه المباراه دي، ان دي نهايه جيل من وجهه نظري، يعني نهايه جيل بمعنى مش هيلحق كاس العالم اللي جاي. يعني فيما كتير طموح يعني. جيل بقى نقدر نقول عليه طموح جيل ما راحش كاس، راح كاس العالم واخر كاس عالم ليه اللي هو راح 18 اللي هو صلاح وحجازي والناس دي، اظن هم برضو نفسهم ينهوا كويس دوليا يعني. نعم. لان هيبقى الكاس العالم 4 سنين بعد كده، فاكيد هيبقى في استعداد كويس او مستعدين كويس وتركيز كويس. وانا شايف ان كمان خسارتنا لانهاء البطوله حافز كبير وليس حافز يعني مش للسنغال سلبي مش ايجابي. لا إيجابي، انا رايي انه ايجابي مش سلبي لمصر اكتر من السنغال يعني. بلال، ماذا قدم كيروش لمنتخب مصر؟ لا كيروش قدم انه وصل بينا طبعا للفاينل كاس الامم طبعا، وده كان شيء الحقيقه غير متوقع الحقيقه. ما فيش يعني لما لو سالت اي حد في الشارع قبل البطوله كان اكثر اللي يعني المتفائلين هيقول لك مثلا دور الثمانية دور السيمي فاينل، يعني ما كانش حد يتوقع اطلاقا ان ممكن مصر توصل للدور النهائي يعني وتلعب السنغال، وكمان مش بس كده انك برضو يعني تتهزم او تخسر البطوله بركلات الترجيح. يعني دي حاجه مهمه جدا. الحاجه الثانيه الحقيقه بص انا يعني انا بغض النظر عن المستوى الفني لمنتخب مصر وبغض النظر عن الاداء وطريقه اللعب والاختيارات، انا شايف ان هو راجل عنده حزم شويه. يعني هو راجل حازم يعني، واضح من المعسكر اللي موجود في الوقت الحالي ان لا مفيش صحافه كتير، مفيش تلفزيون كتير، مفيش خروجات، في تعتيم كامل على المنتخب، في تركيز واضح ان في تركيز بشكل كبير جدا، وده شيء مطلوب حتى لو لا قدر خسرت البطوله. فانت بتاخد بالاسباب يعني، هو اخذ بالاسباب الحقيقيه. يعني احنا لو نتذكر السنين اللي فاتت قبل كده كلها، اي مباراه بتبقى صعبه جدا للمنتخب او فيها حسم بتلاقي بقى التصوير والاعلانات والتلفزيون والمعسكر مفتوح. يعني ده يحسب لكابتن وائل جمعه كمان، ويحسب طبعا لوائل طبعا. ده وضع طبيعي طبعا يعني، ما هو ده المدير الفني وده المدير الاداري وده المدير الفريق او مدير الكوره يعني. المنتخب تمام او مدير المنتخب طبعا. وائل هو بطبيعته وائل يعني شخصيه قادر على حازمه وعنده وعنده قياده، وهو جاء الوقت فتره من الفترات يعني كابتن منتخب مصر وكابتن النادي الاهلي يعني، فوائل بطبيعته هو شخصيه حازمه شويه. فيحسب لكروش طبعا التنظيم، يحسب لكروش ان هو يعني دايما عنده حاله من التفاؤل. يعني انا بشوف كل تصريحاته حتى على تويتر لما بيكتب الحاجات اللي بيكتبها اللي بنقراها، يعني دايما هو مستعد، دايما متفائل، دايما بيدي بوزيتيف انرجي للعيبه وللجمهور. يعني ده عايز مسانده، هو حاسس انه عنده امل كبير جدا انه يروح لكاس العالم 2022 كاس العالم في قطر. يعني هو حاسس بكده، فده شيء جيد على فكره، شيء ايجابي جدا، ومعيش اللعيبه الحاله دي. يمكن انا من ضمن الحاجات اللي وصلتنا برضو للفاينل ان اللعيبه كانت حاسه ان هي ممكن تعمل حاجه. احساس اللعيب نفسه وطموحه تمام يعني بيجي من المدرب. المدير الفني هو دايما على فكره لما يديك ثقه ويخليك يعني دايما عندك رغبه في المكسب، يعني دي برضو حاجه تحسب للمدير الفني. اللعيبه بتستجيب، لعيبه منتخب مصر بتستجيب، لان في لعيبه كتيره جدا عندها خبرات ولعيبه محترفه ولعيبه عندها مكت ولعيبه زمالك كابتن عادل من شويه عايزين يروحوا الحته بعيده في تاريخه وفي الاسم في كره القدم. فانا شايف ان مستر كروش قدر يستغل الحاله دي والتوليفه دي ويروح لمصر بالفاينل، وان شاء الله يعني نتمنى باذن الله ان احنا نصعد لكاس العالم مشيت الله. جلسات التحفيزيه كابتن بيبقى لها دور مهم، كيف يستخدمها كارلوس كيروش في هذا التوقيت؟ طبعا ما فيش شك الجلسات التحفيزيه، بس مش هتبقى من مش 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 من مستر كروش بس. ايوه يعني بلال لسه بيتكلم على وائل جمعه، بيتكلم على ضياء السعيد الحضري كمان، الحضري شوقي الثلاثة أو الأربعة عندهم خبرات كتيرة جدا، سواء مع النادي الأهلي سواء مع منتخب مصر سواء بعضهم حتى احترف في الخارج. فالثلاثة خدوا بطولات إفريقية، الأربعة خدوا بطولات إفريقية، يمكن هم ما وفقوش إن يروحوا كأس عالم ثلاثة منهم اللي هم طبعا ضياء كان في الجيل الأقدم، لكن أنا بتكلم على كمان عصام وشوقي ووائل ما راحوش كأس عالم، فأكيد أمنية ليهم كان كمدربين حتى بقى كمدربين يعني أمنية كبيرة ليهم، جيل حقق 3 بطولات إفريقية ورا بعض لكن ما كانش ليه نصيب. فأكيد التحفيز مش هيبقى بس من أو الدوافع اللي اللعيبة هتاخدها والتحفيز مش بس من
مستر كروش اكيد برضو من الرباعي اللي هو المساعد ليه. لانه المدير الفني الاجنبي صحيح هيديك دوافع لانه هو الاساس وهو القائد، ولكن في حاجات كده بتبقى بين المساعدين المصريين واللعيبه اكتر شويه في اوضه اللبس، مع حد مع واحد مع اتنين مع مجموعه، وانت قاعد في المطعم بتتكلم معاهم، وانت في اوضه اللبس معاهم، انت في اوضه النوم بتاعتهم، فهيبقى ليهم دور كبير جدا في الموضوع دوت. أيوة. مع الاساس طبعا اللي هو مستر كروش، لانه الـ يعني دي مهمه من مهمات الكبيره للجهاز الفني، غير النواحي الفنيه طبعاً. والحاجات دي. لكن اعتقد ان اللعيبه نفسها كمان من داخلها حتى لو ما فيش حد بيديها دوافع، بس انا متاكد طبعا اكيد بيكلموهم كلهم، هم نفسهم عايزين يحققوا حاجه لنفسهم. اللي راح كاس عالم اللي فات نفسه يحقق تاني مره، هتبقى اول مره في تاريخ مصر ان يروح دورتين ورا كاس عالم ورا بعض. ففيهم ناس لعبوا البطوله اللي فاتت زي صلاح زي الشناوي، يعني كتير لعبوا، حجازي، كل دولت لعبوا الدورات اللي فاتت، يتمنوا يلعبوا دوره تانية متتاليه. واللي ما راحش اكيد يعني حلم الوصول للمونديال ده هيبقى قدام عينه طبعا، وهيبقى هو نفسه بيخلق لنفسه دوافع انه يروح يلعب. يعني كابتن عادل وانا بتفرج، ما اعرفش حضرتك ملاحظ الموضوع ده ولا لا، انا شايف ان الوشوش مركزه بس مبسوطه. يعني انت تفهم، احنا كلكم طبعا نجوم كبار وعارفين الكلام ده كويس، الفرق ما بين الوش الشاحب والوش اللي احنا شايفينه ده فرق كبير قوي. ده بيعمله الجهاز الفني. ده جهاز فني ولا اللعيبه نفسها ابتدت تدرك مسؤوليه قوي كبيره وكل حاجه، ولكن في نفس الوقت انا مسؤوليتي ان انا ابقى كويس في المباراه. هو طبعا يعني بص صلاح يا كابتن، احنا ما كناش بنشوف صلاح بالشكل ده في الوقت بتاع كاميرون اعتقد، يعني معرفش اقول ده وجهه، معرفش وجهه نظر. لا يعني انا عايز اقول لك حاجه، الشد العصبي بتاع المباراه اصلا ومسؤوليه المباراه تخلي الجهاز الفني لازم يبعد عن الشده شويه ويفك شويه. اوكي، دي واحد. اتنين، الـ اختلفت اللعيبه عن زمان. زمان حته انك انت التركيز بتاعك العلم ما كانش قوي، التركيز بتاعك انك انت لازم تكون مقشر، لازم تكون يعني الحاجات دي. دلوقتي التركيز ما بقاش بالشكل ده، علم، في علم يعني انت ممكن تكون بتضحك وبتعمل بس مركز في حاجات، اشارات وحاجات كده وفكر بيعملوه الدكاتره النفسيين وبيعملوه المدربين في الوقت الحالي، اللي هو اللي هو يخليك لذيذ وكل حاجه، بس انت مركز في اللي انت شايفه انت اللي مركز بتعمله يعني. وممكن تكون في كل لعيب ليه مفتاح من المفاتيح بتاع تركيزه. أوكي. ممكن تكون في الضحك، ممكن يكون في الكلام، ده نوع من التركيز يعني. ما بركات كده بالمناسبه، بركات ما كانش بيها يعني ما كانش تركيزه ان هو يكشر ويعمل وبتاع، على عكس وائل جمعه. الجمعه كان تركيزه كله ان هو ساكت هقول لك مكشر ومتجهم، ما ينفعش تضحكه. صح. هقول لك ليه بقى دي بالذات. لو رجعت كل اللعيبه المجتهدين والاقوياء واللي هم عندهم حته ال ما بيعرفوش يلعبوا كره، يعني اللي تقدر تقول عليهم مش مهاريين من الاخر يعني. ده وائل كان بيحب ترفوط على وشه كمان عشان هو معترف على فكره، هو معترف بالكلام. لا يعني اللي هو هو كان بيحط والله بجد، ما انا عارف بيحط ترفوط على وشه عشان ما حدش يكلمه. بس دي حقيقه يعني، كل اللعيبه المجتهده اللي عندها قوه ولعبها فيه اجريسيف وقوي واحتكاك وحاجات من دي لازم يكون مركز طبعاً قوي طبعاً. هو في حاله ان هو ده اللي هينجحه. صح. لان هو مش ما لكن بركات كان مهاري، بركات زي وليد صلاح الدين ما كان برضو بيهزر وبيعمل لانه مهاري، ما كانش التركيز بتاعه قوي. رضا عبد العال ما هو كان كده يعني. في بص تلاقي كل اللعيبه المهاريه اللي هم بيبقوا كده. بس هو في نقطه انا كنت عايز اتكلم فيها. اتفضل. انا شفت كروش في كاس الامم وكاس العرب. حلو. شفته في البطولات مركز قوي هنا. انا شفته في البطولات المجمعه. لازم دي وظيفه ضيا وعصام ووائل وشوقي، لازم يفهموه حاجه، ان المباراه ذهاب وعوده حاجه تانية في افريقيا مش في اوروبا. لان انت اتخدعت قبل كده من الامريكي كان اسمه برادلي. اتخدع في غانا. ليه؟
افتكر كان معاه كابتن ضيا بالمناسبه. وكان معاه كابتن ضيا، افتكر ان الموضوع رايح جاي، انك تلعب جوه زي ما تلعب بره. اسرار افريقيا غير اسرار اوروبا. مظبوط. مجموع المباريتين لازم يلعبها. حلوه يا كابتن. لازم يلعبها بشكل اخر، لانه لما يلعب هنا زي ما قال الكابتن اسامه مش لازم انك تكسب كتير زي زمان، ولكن لازم مفيش الكلام ده. لا لكن لازم لا لكن لازم كتير. لا الكتير. زمان امتى يا كابتن كسبنا كتير؟ زمان ده امتى اللي هو امتى كسبنا كتير يا كابتن؟ لا تصفيات كاس عالم مع الفرق. لا صعدنا مرتين يا كابتن. لا في فرق انت كسبتها 3 أو 4 في تصفيات مع الكابتن جوهر في البدايه. كاس عالم يا كابتن كلامك كاس عالم. ما كان كاس عالم. انت مره انت عارف احنا مره كسبنا الجزائر 5-2. 5-2 تصفيات كاس عالم. في تصفيات كاس عالم. مش في ما اقصدش مش في الفاينل قصدي. لا ما كانش في فاينل ساعتها. كان تجميع. ما كانش في فاينل. كان تجميع. لكن اللي انا كنت عايز اقوله وحاجه مهمه قوي، انه انت دلوقتي يا مستر كروش لازم تعرف اسرار الحته بتاعت المباراه. دلوقتي الكتير انك تكسب مش اقل من 2-1 بالنسبه لفرقه السنغال في الجو اللي هنشوفه في السنغال. انا من وجهه نظري هيبقى في صعوبه 0-0 في صعوبه اكبر، لكن 2-0 الجون الثاني يا كابتن اسامه من وجهه نظري الجون الاولاني ماشي، ونتمنى ونتمنى الثالث كمان، بس احنا بنتكلم انه فنيا بقى يا كابتن المكسب يعني فنيا كمان يا كابتن اسامه يعني اعتقد ان فنيا يعني مباراة صعبة. لا هم فرقة بص ايوه ما هو ده يعني هو ده اللي الكابتن الوسيم بيتكلم عليه، ان هو انت يعني 1-0 ماشي ما علشان 2-1 و 2-0 3-0 طبعا مش مشكلة طبعا يا ريت، لكن الفني اللي احنا بنتكلم عنه لا علشان هم فنيا بقى خط وسط عشان هم فنيا اللي انا بقوله لك ده اللي هو انك لازم تكسب 2 عشان تبقى مرتاح معاهم. ايوه لازم اكسب ازاي تكسب ازاي يا كابتن؟ قول بقى يا كابتن دي الفكرة انك هتكسب اكسب ازاي 2 ازاي؟ اتمنى نكسب 2 احنا عايزين نكسب 3 يعني احنا عايزين عشان نبقى 5-4 يعني وهناك اقف 11 بالظبط كده ان شاء الله مدد وننزل كروش يقف معانا كمان مفيش مشكله ما هو سر المباريتين اللي انا بتكلم عليهم. سر المباريتين في انك ازاي في بلدك تستغل المباراه. الكلام بتاع الفرق بتلعب جوه زي بره ده اوروبا بس، الى الان افريقيا لا في مصر يعني السنغال وجهه نظري انا بقى السنغال بتلعب في مصر كانها بتلعب في اوروبا. صحيح. معلش ملعب حلو، اجواء ملعب كويسه. حلو، اجواء كويسه، الجو حلو النهارده. بقول لك ايه؟ الجو يوم الجمعه مش عارف صح. 24 22 صح. ولا 21 صح. بالليل. صح. فهتلاقي الجو عالمي خلاص؟ الملعب مفيش احلى من كده. صح. الاستاد مفيش احلى من كده. صح. الجو مفيش احلى من كده، كل حاجه بتلعب منتخب ما بيضربكش، ما بيعملكش، مش بتاع مش بيغلس عليك. يعني. اوضه لبس زي الفل، احسن اوضه في تاريخ افريقيا. ما انت برضو في السنغال الملعب بتاعهم مش بطال، ملعب كويس جديد. لسه الملعب جديد. ملعب جديد. ملعب لا ملعب كويس. الفكره فنيا من الملاعب الكويسه. الجو 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 ممكن يعني هو ايه بقى؟ يبقى ضدك هناك ممكن يبقى عشان كده بقول لك هو بالنسبه له الجو هنا هو متعود على اوروبا. هو ده السر اللي انا بقول لك عليه في الاخر انك 2-0 يريحك برضو من كل الظروف. نفسنا نكسب 3-4 يعني اصلا. لا يا كابتن الاثنين بقى بص اسلام زيد واحد كمان 3 يبقى جميل. 2-0 دي معناها ان انت هتلعب جيم ضاغط من البدايه، تلعب جيم مفتوح من البدايه، مش هتستنى. تمام. مين اللي يلعب جيم مفتوح؟ ما هو عشان نكسب 2-0 يا اسلام. كارلوس كيروش يعني هنكسب 2-0 ازاي؟ يعني ده اللي هو زي ايه يا كابتن؟ معلش لاعب جيم مفتوح، معلش هو من في كاس العرب لعب جيم مفتوح مع حد غير مع السودان مثلا؟ لا مع الفرق الكبيره معظم الفرق اللي ما انت كوت ديفوار ما لعبتش جيم مفتوح، لعبت جيم مفتوح بالظبط. مع المغرب نفس الموضوع بس مع المغرب تطورت الشوط الثاني يعني الثاني والثالث والرابع بالظبط صح تمام. مع السنغال والكامرون برضو نفس لعبت جيم مقفول لعبت جيم يعني اللي هو زون من نص ملعب وبتلعب على هجمه مرتده. النهارده هو بس صعوبه الماتش في ان هو ماتشين يعني صعوبه الصعود يعني المرحله دي ماتشين يعني. هي شوطين هنا وهناك انت مطالب هنا انك تكسب فانت كل دقيقه بتمر عليك انت مضغوط كل دقيقه بتمر عليك انت مضغوط مضغوط ليه؟ لان انت عايز تكسب لان انت خلاص انت عندك شوط تاني هناك مطالب فيه ان انت تعمل كل حاجه تمام او مطالب فيه هناك ان انت تحافظ على المكسب اللي انت هتحققه هنا. فانت هنا في مصر عشان تكسب 2 لازم تنزل من بدايه الشوط الاول ضاغط على فرقه السنغال، لازم تحاول انك تستغل سرعات ومهارات اللعيبه اللي قدام. ده هيبقى على حساب الجانب الدفاعي. لا مش بالشكل ده.
ما هو انت طب ما هتلعب هتلعب على هجمه مرتده يا كابتن في مصر؟ لا اقول لك حاجه، هتبقى صعبه جدا. لا لا خليني اقول لك يعني لو لعبنا هنا في مصر على هجمه مرتده، لا لا واديت السنغال الفرصه ان هم، بص اصل هم يا كابتن المشكله عندهم ان هم كمان عندهم لعيبه حريفه قدام، لا يعني حريفه وسرعة واقوياء خد بالك وسنهم ايه 27 سنه. طبعا طبعا خد الكوره عالي قوي، مش سرعات بس يعني، مش هو مش هيلعبك على هجمه مرتده، لا ده عايز يستلم واحد ضد واحد ويروح ويعدي. ايوه صح، برافو عليك، فاهم قصدي؟ فهو مش هيلعب على هجمه مرتده سريعه، استحاله. لا مفيش كلام، انت لو سبت له الاستحواذ يا كابتن يبقى انت كده هتقضي على الجيم من بدايه الماتش، لان هو اوريدي بيعرف يلعب في المساحات الصغيره، بيعرف يلعب في دي بشكل كويس. بس هو حته الضغط العالي اللي انت بتتكلم عليه، مفيش فرقه في العالم هتقدر تضغط. البرازيل لو لعبت اقل فرقه في العالم مش هتلعب طول الماتش ضغط عالي. مش طول الماتش ليه انا بتكلم على تقسيم الأوقات. وبعدين الضغط العالي، معلش يا كابتن اسامه، ما هو الضغط العالي ده ممكن يوديك لحته ثانيه خالص. الضغط العالي ده انت بتعمل قدام بيفتح ورا طبعا، انت لازم لازم يبقى في توقف، انت لازم ما هو لازم تضغط بصراحه، بس لازم يكون في صعب قوي الماتش ده بالذات. الماتش ده لانك مطالب انك تكسب، انت عايز تكسب يا اسلام، الماتش ده عايز تكسب. اسلام عايز الحته اللي انت قلتها دي، الماتش ده 103 مليون قاعدين. طبعا 103 مليون تشكيل و103 مليون تغيير و103 مليون كل حاجه. لا انت لازم يكون في ذهن اللعيبه انك لازم تكسب الماتش هنا، فغصب عنك بمزاجك او مش بمزاجك لازم في وقت، وبالذات في الوقت الاولاني، انك تضغط وتستغل وجود ال 60,000 متفرج. مظبوط، طبيعي. ولكن هو بقى الصعوبه النقطه دي قبل ما تكمل الصعوبه، هل ده بيبقى طبيعي من اللاعب؟ يعني ان انا نازل 60,000-70,000 حتى لو المدرب ما قاليش اضغط هضغط، انا يعني ما اعرفش طبعا بيبقى فيها جزئيه من اللاعب، ولكن في الاغلب لو هو مدرب مسيطر على اللاعبين، لو هو عايز يلعب مثلا تلت الملعب، عايز يلعب من تحت اكتر زي ما كان بيعمل اللي هو هيكتور كوبر. كوبر كان حتى في ملعبنا هنا تلاقيه في نص ملعبنا ويلعب على هجمه مرتده لصلاح، وكان اسلوبه كده، كان فارض اسلوبه على اللاعبين في معظم الماتشات. يعني لما تسترجع كل ماتشات كوبر هتلاقيها تقريبا كده. صح، لو انت بقى مش مسيطر تماما على الفرقه، لا ممكن احيانا اللعيب بيفلت زي ما هو عايز، لكن الطبيعي ان المدرب بيبقى مدي تعليمات. والله يا جماعه احنا ده بالكلام ده بقى من اسبوع هو شغاله، وقبل كده كمان في مفاهيم، بس يعني بنتكلم على الاسبوع الاخير. يا جماعه لا احنا والله هنلعب بحذر شويه من تلتين الملعب عشان نضغط من الاول وبتاع، لكن الجزئيه بتاعت اللعيبه دي اللي هي من جواها، كان الكابتن جاري كان ليه تعبير تملي، يقول لك واحنا نازلين وسط جمهورنا، يقول لك ان عايزك تطلع زي اللي هو الايه، الاسد اللي هو محبوس في القفص وعايز ينفجر. كان الكابتن احمد الكاس، انا كان معايا الكابتن هشام عبد الرسول في الانترو، فقلت له كابتن احمد الكاس مره حكى لي الموضوع ده، هو يوم الماتش الجزائر كان قافل عليكم في معسكر على ما اعتقد مقفول وكل حاجه، وبعدين فسخنته في الكوريدور بتاع الاستاد، الحته اللي هي قدام الاوضه، والباب مقفول، وكل شويه اللعيبه تروح تلاقي الباب مقفول، يقول لهم اصبروا اصبروا، اللي هو زي الايه، هو محفز، هو كان قافل، اول ما فتح الباب كل جري. هو كانت هو ده اللي قصدي حضرتك عليه. أيوة، كيفيه التحفيز اللي خلتهم ينزلوا يعملوا كده. طبيعي حته الجمهور دي بالنسبه لفرقه السنغال ما لا ما لا مش كبيره قوي، لانه لا ما انا مش بقول عندهم اربعه بيلعبوا في الدوري الانجليزي، لا وبعدين ايه ده، كامل العدد عندهم في الايطالي، الجماهير معاك عندهم في الايطالي وعندهم في الانجليزي، انا معاك طبعا على ولاعيبه اتمنها عاليه. ماشي انا حته انا لا ما انكرش طبعا، لعيبه هايلين ومن احسن لعيبه فيهم، من احسن لعيبه في اوروبا لا بتكلم على التعود على الجماهير، ولعبوا قدام بالعكس ده هم اللي متعودين على الجمهور، احنا مش متعودين على الجمهور معظم لعبتنا. بص متعود على الجمهور وكل الكلام ده، بس في حته بتبقى في ارض المنافس اللي هو او اللي احنا الهوم بقى دلوقتي ارضنا احنا، بتبقى في حته شعوريه عند اللعيبه كده، بتبقى في بلدك عايز تنزل الحماس يا كابتن، الحماس. لكن هي دي الخطوره في ايه، زي ما انت بقى بتقول الخطوره، ان ده ما يكونش على حساب انك انت الموضوع يفلت منك، زي ما بلال قال يسيطروا على نص الملعب تدافع انت تلاقي دفنسك مفتوح. انا مش قصدي كده، ولكن اقصد لازم تستغل وجود ال 60,000 في البدايه على الاقل، انك تبقى ليك شكل في الملعب الاولاني. واتمنى ان هو يقلل من حته المحليين جوه الملعب في المباراه دي، عشان انت هو بيلعب بتشكيل ما بيغيرش. يعني بمعنى ايه، عايز اقول لك ليه الباكين محليين الفكره، لا عايز انا اقول لك وجهه نظري في دي. الفكره ايه يا كابتن؟ ليه وجهه نظر في دي؟ في الفكره في الثلاثه الفلات
اللي هم يعني سنني وحمدي فتحي والسوليه والسوليه، ولا هيشيل واحد منهم ويحط حد تاني؟ ما هي دي لا انا بقول بقى كله معروف. انا ليه قصدي بقول الكلمه دي؟ لانك انت من 2011 او الجيل ده الحالي ما لعبش قدام جمهور كتير معظم المباريات، خلي بالك من دي. فدي ممكن تبقى فدي ممكن تبقى عامل العكس. لكن اللعيبه المحترفين اللي لعبوا وبيلعبوا في دوريات كبيره مهمه برضو النقطه دي، هنكمل كلامنا في هذا الاطار، ولكن خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل مع نجومنا الكبار. الحقيقه سؤال مهم جدا. كابتن اسامه عرابي عنده خبطه في دماغ. كابتن عايز اعرف بس الخبطه من ايه، عشان انا مش هقول اللي كان الحوار اللي كان قبل الاوف اير يعني. خبطه في ماتش ايرلندا في كاس العالم 90 في كوره مشتركه بيني وبين لاعب كاسكارينو من كابتن عادل عارفه من ايرلندا 2 متر طوله 2 متر. لا لا استنى انا هجي لك. هو انا هسيبك اصبر نط مع بعض. خبطني بكوعه في هنا بس حصلت الاصابه بكوعه. اه والحكم اداله انذار ولا مش فاكر ايه يا كابتن؟ ما حصلش. يعني ايه ما حصلش؟ حصلت بقى فيها خياطه وكده في الملعب برجله. يعني ايه برجله يا كابتن؟ هقول لك. 1-2 متر وبينط متر يبقى كام؟ 3 متر. كابتن اسامه 160 160 او 170 بينط 30 بقى 2 هما طلعوا سوا. جزمه اللعيب الستارز جه فين؟ دي غريبه قوي يا كابتن. مش غريبه، اصل التاني 2 متر بجد، كاسكارينو 2 متر وبينط متر، ده كان حاطط صوصه في الايه؟ دي الحقيقه يا كابتن اسامه ولا ايه؟ بيحور اي حاجه. بيحور ايه؟ عايز يضحك بلال. لا والله. طيب طب اقول لك حاجه. قول لي يا كابتن. السوشيال ميديا موجوده. خشوا اكتبوا كاسكارينو لاعب ايرلندا في 90 هيبقى طوله 2 متر و1 سم حاجه كده، كان طويل. واحنا ليه يا كابتن دلوقتي؟ اكتب ماشي. 2 متر و1 سم حاجه كده. صح يا كابتن اسامه، كان طويل قوي. وهو كاسكارينو كل لعبه ايرلندا كانت بتلعب على ايه؟ تلعب الكره طويله لكاسكارينو وهو ينزل بدماغه لانه طويل قوي. فكابتن اسامه ما شاء الله مسكه عشان ياخد منه الهدر ده. هشام ياك اللي كان ماسكه، هو كان راس حربه. ايوه انا عارف، لكن طلعت انت وهو. بس هو يعني ايه؟ ما هو 2 متر ومتر هيبقوا 3 متر. الخبطه دي من الستارز، من الستارز بتاع كاسكارين. ايوه لانه مش من كوعه زي ما بيقول. لا كوعه ازاي؟ كوعه هيبقى على الهواء، لانه احنا بنطلع كده. هو طالع كده، ده اقرب حته الكاسكارين اللي كابتن اسامه ايه الستارز. اوكي. لكن لو احنا طول بعض وبنطلع قد بعض ممكن الكوع. صح. لو شوفوا لنا يا جماعه والنبي الكاسكارين طول قد ايه؟ لا 2 عشان بس هنا ده حقيقه. ده اصلا خدت كمان التيشيرت بتاعه بلبسه جلابيه لانه طويل قوي. طيب كابتن اسامه، يعني منتخب مصر فاضل ماتشين، فاضل يومين، فاضل ماتشين النهارده الاربعاء، بكره الخميس، يوم الجمعه بنعتبره يوم لان الماتش الساعه 9:30 بالليل. من النهارده ليوم الجمعه ايه اللي يحصل كلاعبين بقى؟ خلاص يعني انت كده. لا بيبقى قاعد ازاي في الاوضه بيفكر في ايه بيعمل ايه؟ لا اكيد كل واحد من خلي بالك من حظوظنا برضو ان احنا لعبنا كاس السنغال في نهائي البطوله الافريقيه. لان احنا عرفنا برضو ملامح لعبهم، وكل لعيب لعب قدام اللعيب اللي هيلعب قدامه. خلي بالك التشكيلين مش هيبقى فيهم اختلاف كبير، يعني اذا مستر كروش مثلا لاعب تريزيجيه على حساب واحد من الثلاثه وسط الملعب المدافعين، او على حساب مرموش ممكن على حساب واحد من الثلاثه في نص الملعب. لا ممكن. معلش يا كابتن، اعتقد صعب. معلش يا كابتن، طول كاسكارينو 190 مش 2 متر يا وكابتن اسامه. الانترنت لا ده اسر لما كبر، اسر كان 2 متر. اسمع مني، احنا كنا بنقول عليه عارف ايه؟ حاطط سوست في رجليه. كابتن جوهري كان يقول في الكورنر اللي علينا، قال لي هشام يكن، وكان مش عارف مين، هاني رمزي، وهاني رمزي، واحد يقف قدامه وواحد يقف وراه ويثبتوه علشان ما ينطش، بينط عليه قوي. فقالوا اطول واحد فينا كابتن اسامه. زي برضه واحده جامده قوي برضه. يا عم استنى، احنا جايين نمزح كده، احنا بنحكي له دي عشان احنا بنحكي قصص نفك مع الماتش. خلينا نفك زي كاس الماتش الاولاني بتاع هولندا. الاوضتين كانوا جنب بعض، الايه؟ أوضة اللبس وأوضة اللبس جنب بعض. تمام. فاحنا ما كانش فيه زي دلوقتي اللعيبة بتلعب بعض والحاجات دي. كنا شفنا اللعيبة دي أول مرة تشوفوها إلا من خلال الفيديو والحاجات دي. حلو. فخرجوا بره.
اقل واحد 140 194 و180 و188 و185 اطوال خوليت وفان باستن وريكارد كومان وريكارد واسماء ايه فاحنا طلعنا لهم مين بقى اقوى ناس عندنا كابتن اسامه اول واحد الكابتن اسامه قلنا له حد اسمه يوسف قال له تعال نخوفهم يلا ونطلع يعني كابتن اسامه وكابتن اسماعيل الاثنين ما شاء الله اقوياء واقوى اثنين في عندنا وراحوا الاثنين خوفوهم بجد حاجه يا سلام قعدوا يقولوا افلام ماشي ماشي معلش بقى نفك برضه ايوه يعني هم دول كانوا قصيرين برضه كابتن اطوال طيب اتفضل يا كنا بنتكلم عن اليومين دول اللي بيعملوا هو ده كاس كريم اهو يا جماعه ايوه هو ده بص طويل قد ايه كان اللي بيلعب عليه لانه كان طب الشبكه فين بص طب ايه رايك بقى بص ايه رايكم انا ده قصير يا جماعه هو 190 هو مش 190 بجد هو كمان يخض يا اسلام بص اسنانه كابتن مش دراعه خالص ده مش دراع طيب اتفضل يا كابتن اسامه بنتكلم على اليومين اللي قبل الماتش بقى يعني النهارده الاربع اللعيبه خلاص المفروض تتفرج علينا ورايحين يناموا هو خلاص مستر كروش هيكون حط الترتيبات كلها اللي هتحصل يعني بكره ده خلاص بكره الخميس يعني اللي هو اليوم الخفيف جدا ممكن جدا يعني خلاص تعليمات اخيره تنبيه لحد لكن 99% من الموضوع خلاص انتهى فطبيعي ان كل لعيب هيبتدي يفكر في اللعيبه اللي بتلعب قدامه وانا قلت من حزن حظنا ان احنا لعبنا السنغال في نهائي كاس الامم الافريقيه فكل واحد عرف طبيعه اللعيب اللي لعب قدامه سرعته ازاي بيفكر في ايه هل بيحب يعدي واحد ضد واحد هل هو اديله مسافه شويه عشان هو سريع هل يعني ادخل معاه من انهي مكان كل الكلام ده لما بتلعب حد غير لما ما بتكونش مجهول بالنسبه لك او بتشوف بس فيديوهات ليه صحيح بتدي لك انطباع وبتدي لك لكن غير لما بيلعبوا لعبه مباشر على طول بتلعبوا فدي من المميزات اللي المفروض ان احنا نكون كسبناها من المباراه الاخيره نفس الشيء هيبقى ليهم فطبيعي اللعيب بقى يفكر في اللعيب اللي بيلعب في مكانه هيبتدي يهيئ نفسه هيبتدي لازم كمان يحط اللعيب نفسه يحط سيناريوهات للماتش طب احنا لو كنا كسبانين انا مثلا ما بلاش اندفع في الحته دي المفروض استنى مش رغم يعني غير تعليمات المدير الفني بيبقى في حاجات انت نفسك بتبتدي ترتب نفسك عليها لا مثلا انا زايد شويه لا المفروض اقف لو حصل كذا لو فلان يعني ببتدي بقى يعني بشوف صورة الماتش أكن لعبته قبل كده يعني بيبقى قدامي بشوف شريط بحاول أفكر في اللي هقدر أعمله إيه في يوم المباراة وأتمنى اللعيبة تبعد عن التوتر والعصبية لأن دي بتفقد اللعيب كتير قوي اللعيب لما بيكون عنده ثقة في نفسه وشخصيته قوية غير لما يكون حاجة من اتنين يا مغرور بتبقى شعرة تبقى تخليك تأدي وحش او متخوف او قلقان زياده عن اللزوم دي برضو تخليك تأدي وحش لازم يبقى عندك توازن ذهني ونفسي وعصبي كل حاجه بقى يعني تكون انت يعني على قد الـ 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 الاحداث مش لا انت حاسس ان انت كبير قوي فهتكسب في اي وقت ولا انت حاسس ان انت قليل قوي واقل من التاني فانت هتبقى خايف وقلقان وزياده عن اللزوم فده كل ده لازم اللعيب بيقعد يفكر فيه وطبعا بقى بعد تعليمات المدير الفني الاخيره ربنا يوفقهم يعني كابتن عادل الجهاز الفني بقى كيف يفكر في هذه بمعنى مش كيف يفكر يعني برضو النهارده لغايه يوم هل ممكن يغير في تشكيل هل يكون لسه محتار في التشكيل ولا يكون وصل للتشكيل الامثل في دماغه النهارده لا هو اكيد كان بيشتغل عليه من فتره طويله من بعد كاس الامم اول ما خلص كاس الامم المدرب قاعد يفكر ازاي يقابل السنغال هيقابل السنغال الفرقه اللي فيها سرعات اللي فيها ساديو ماني اللي فيها لعيبه نص ملعب على اعلى مستوى فيهم حد يعني من اعظم لعيبه نص الملعب في العالم في الوقت الحالي عنده سيرد باك كلوبالي حاجه كبيره قوي سعره 80 مليون يورو ووصل 120 مليون يورو دلوقتي انت بتتكلم في فرقه كبيره فاكيد هو حاطط سيناريو ليهم ازاي يقابلهم ازاي يوقفهم هل ممكن يغير السيناريو ده النهارده بكره ولا لا لا هو حاطط في دماغه السيناريو اكيد المدرب طول الوقت مدرب المنتخب يا كابتن اسلام المفترض ان هو هيلاعب فرقه السنغال هنلعبها خلاص تقرر ان احنا نلعبها من شهر شهر ونص
فانت بتشوف هم طريقه لعبهم معظم ماتشاتهم ايه الحاسمه 4-3-3 وبيلعبوها ازاي المباريات الحاسمه، وانت بتدرسها بتقعد تدرسها ومين الاسماء اللي ممكن تقابل الفرقه دي بشكل كويس ومين الاسماء اللي ممكن هكسب من ناحيتها ومين الاسماء اللي لازم مفاتيح اوقفها. فاكيد هو عامل كل حسابه في كل ده، ولكن يبقى هنا حاله اللاعبين هل يتطابق مع فكره حاله اللاعبين اللي هو طول الوقت كان شايفهم اللي هو عاوز يلعبهم بطريقه لعبه، او كروش من المدربين خلي بالك اللي هو عنده قناعه ما بيتنزلش عنها حتى لما بيجي يتنزل عنها بيرجع لها تاني فهنشوف بقى هيعمل ايه بدليل صح؟ لا القناعه في اللاعبين وامكانيات اللاعبين بمعنى ايه، هو من المدربين اللي بيحب ستايل في لعبه هو كطريقه لعبه كمدرب بدليل ان هو مثلا قفشه ولا محمد شريف ولا معظم شويه لعيبه في اسماء لعيبه هو اصلا يعني عايز اقول لك مش معتمد عليها ومش وهو ده فكره ان هو مش مقتنع بيها كلاعب. لا بس كابتن عادل بس عايز اقول لك ان هو لا يعني انت بتتكلم على 4-3-3 مش كده؟ لا هو في البدايه افريقيا لعب عبد الله، لا ما اتكلمتش على طريقه لعب بتكلم على افراد يعني هو لا هم الافراد افراد يعني طريقه لعب 4-3-3 هو معروف ان 4-3-3 لا بس لو تفتكر يا اسلام اول مباراه في افريقيا لعب عبد الله السعيد ولعب 4-2-3 لعب 4-3 لا ولعب عبد الله بس لعب عبد الله زي وينج لعب تريزيجيه في نص الملعب وعبد الله يعني عبد الله السعيد هيلعب وينج هو لعبه كده وعنده قناعات باللعيبه. لا انا بكلمك مش على طريقه اللعب. طب هقول لك حاجه بسيطه قوي طالما جبنا الموضوع الكلام كده. شوف انا من وجهه نظري انا احب المدرب لو مش مقتنع بيك ما خدكش خالص، ما بحبش المدرب اللي طول الوقت مذبذب. بمعنى هو مش مذبذب انا مش بتكلم عليه انا مش ده لا هو بشكل عام يعني بس بشكل عام، ولكن لو قدرنا نتكلم عليه لا هو مذبذب في حاجات. لا هو مش مذبذب، هو قد يكون عنده قفشه. هو عبد الله السعيد اعلن اعتزاله دولي خلي بالك، فهو قد يعني لو ما لم يعلن عبد الله اعتقد انه كان هيبقى يعني هو محمد شريف لما اتكلم عليه في الاول ما خدوش، بعدين خده، بعدين ما خدوش، بعدين خده وما بعدين ما خدوش، قفشه وبعدين لعبه وطلعه وبعدين لعبه دقيقتين وطلعه. انا هو عنده المتناقضات دي، قفشه احيانا اصل حته عبد الله السعيد حته عبد الله السعيد مع قفشه كابتن اسلام خلي بالك مش عشان عبد الله السعيد اعتزل دولي بدليل ان قفشه ما كانش بيروح عبد الله السعيد ما بيلعبش اساسي. لا ما عبد الله ما كانش بيلعب اساسي الاولين ثلاث ماتشات الاولين بعد كده خلاص طيب ماشي. بلال عايز برضو اسالك في الـ في الـ في الناحيه الهجوميه عندنا وفي الناحيه الهجوميه عند السنغال، انت عندك صلاح مقابل ماني، يعني هما ده دايما لما بنيجي نتكلم حتى في اي مباراه بيقولكش مصر والسنغال وصلاح وماني، مين يستطيع ان يتفوق من وجهه نظرك؟ مصر اثنين امكانيات كبيره جدا، يعني صلاح امكانيات كبيره جدا جدا، يمكن في ماتش السنغال يمكن صلاح في واحده وعملها بشكل كويس وحطها في الزاويه الضيقه ممكن تتسجل هدف. ماني برضو امكانياته وقدرات كبيره جدا جدا جدا، بس خد بالك انت بتتكلم على لاين خط بالكامل، خط هجوم منتخب مصر، خط هجوم السنغال، هم عندهم سرعات كبيره جدا في الحته اللي قدام في الثلاثه تمام. انت عندك بتعتمد على صلاح وعايز مصطفى محمد يبقى راس الحربه اللي بيشتغل زي الراجل بتاعهم بتاع ايرلندا اللي هو كل كوره محطه تجيله يلعب بدماغه يقف على الكوره يستنى يخرج. احنا بس في الفكره عندنا ان ازاي نعمل هجمه مرتده سريعه ناجحه في الماتش ده من وجهه نظر. يعني انا لو كيروش مثلا هلعب بالطريقه المعتاده بالظبط 4-3-3 زي ما بيلعب، بس ازاي اعمل الهجمه المرتده السريعه؟ ازاي بقى ابني هجمه مرتده سريعه؟ هي هو ده النجاح تمام. انت اطول مش اطول منهم تمام، هم اطول منك في الكرات العرضيه يعني الكرانر والكرات اللي على اطراف على 18 هم الحاجات دي فيها يعني مميزين وافضل منك بكتير، وده لطبيعه الاجسام وطبيعه الاطوال وطبيعه الاحتكاك كمان. فاحنا احنا بنتكلم ازاي تبني هجمه مرتده سريعه صح تعملها في الماتش، تعملها حتى لو مرتين ثلاثه ممكن تسجل منها هدف عن طريق محمد صلاح مثلا ممكن تسجل منها هدف. احنا عملنا اعتقد الماتش اللي كسبناه 2-0 كان تقريبا كان ماتش السودان لا اللي تريزيجيه سجل فيه الهدف الثاني المغرب. عملت هجمتين يعني بنيت الهجمات المرتده جول. بشكل جيد جدا سجلت من اهداف باينين وهم رايحين ان هي جول بس فهمتك. يعني انت فاهم قصدي، فانا ازاي
اخلق المساحه والتوقيت اللي اعمل فيه هجمه مرتده سريعه. هو ده السلاح الاقوى بالنسبه للمنتخب المصري. طيب هنطلع على الفاصل الاخير، وبعد هذا الفاصل هرجع اخد كلام اخير من كباتن مصر علشان يقولوا لنا تشكيل الانسب من وجهه نظرهم بالاسماء، ويقولوا كلمه برضو اخيره لمنتخب مصر قبل هذه المباراه الهامه جدا. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى كابتن اسامه. اخيرا كلمات اخيره حضرتك تقولها والتشكيل من وجهه نظرك. هو بس سريعا قبل التشكيل، منتخب السنغال يمكن عادل اتكلم على كوليبالي وعلى ساديو ماني وبتاع، في لعيبه ثانيه موجوده يمكن اشد انا شايف من كوليبالي. لا ساديو ماني رقم واحد طبعا، يعني عبدو ديالو ده اللي هو السرد باك اللي جنب كوليبالي ده صانع اللعب بتاعه من الخلف، ما بيباصيش كوره غلط، لعيب كويس قوي بيمين ناحيه الشمال. وسيس اللي هو الباك الشمال يعني ممتاز، ده ممتاز. بونصار برضو ناحيه اليمين، اسماعيل اصار ناحيه اليمين. فهم عندهم مجموعه لعيبه في 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 كل مراكز اللعب، ما تقدرش تقول هو ساديو ماني طبعا نجمهم الاول ما فيش شك، لكن كل الفريق في مراكز قوه. وبرضو انت عندك نفس الشيء، عندك لعيبه ممتازين في مراكز كتيره، ولكن هي الفكره انك انت مركز قوي في الناحيه الهجوميه على محمد صلاح، وهم في المقابل بيركزوا دفاعاتهم ان صلاح ما يتحركش، صلاح ما يحاولش، صلاح يعني مركزين ان واحد الدفاعيه بتاعتهم من عند سيس وعبدو ديالو ان صلاح ما يفلتش يعني. فعشان كده مستر كروش لازم يبقى فيه تنويعه في الجنب الثاني، لازم يبقى فيه تنويعه في الجنب الثاني. عشان كده انا متوقع ان ممكن جدا التشكيل هو هيبقى هو بس الثلاثه بتوع مصر. التشكيله يا كابتن يعني طبعا الشناوي، عمر كمال، عبد المنعم، الونش، ابو الفتوح. انا بقول انه هيقعد ممكن حمدي فتحي ويلعب عمرو السولية والنني وتريزيجيه، ممكن يعمل كده. انا بتكلم على كروش، وهيلعب صلاح ومصطفى محمد ومرموش. ممكن يعمل حاجه تانية ان يلعب حمدي فتحي ويشيل مرموش ويلعب تريزيجيه ناحيه الشمال. بس يعني انا اللعبه في حمدي ولا تريزيجيه؟ حمدي او تريزيجيه او مرموش وتريزيجيه، بس هو واضح انه بيفضل قوي مرموش، يعني هو واضح انه بيفضل. فاتمنى ان الجنب بتاعنا الشمال يبقى شغال كويس في النواحي الهجوميه، وما يبقاش الاعتماد كله على محمد صلاح فقط، عشان بيقفلوا عليه عدد كبير ولاعيبه. بالعكس دي فرصه للجنب اللي حضرتك بتتكلم فيه. ايوه مظبوط، ان محمد صلاح واخد العين يبقى الجنب الناحيه الثانيه. كابتن عادل، يعني سريعا كده انا موافق كابتن اسامه كلامه كله. وحاجه مهمه السؤال كمان اللي بلال كان خده قبل كده، اللي هو فرق ما بين ماني وصلاح، وبلال جاوب عليه. بس ازيد حته صغيره، ان ماني بيساعده اكتر من لاعب متميز. اوكي، يعني طريقه لعب السنغال لماني افضل من طريقه مصر لصلاح، لانه انت بتعتمد على صلاح ان هو يصنع لنفسه ويلعب، لكن ماني بيتصنع له، ودي حاجه مهمه. ولكن مباراه افتكر ان انا اتمنى اول حاجه، لان لسه شروط الاتحاد الافريقي ما بقاش زي ابطال اوروبا اللي هو الهدف بهدفين، اهم حاجه التامين الجامد انك انت ما يدخلش في الجون، ودي حاجه مهمه جدا. الحاجه الثانيه المهمه انك تلعب بحته الـ 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 الضغط في اوقات وفي اوقات تانية لا، او الضغط يبقى مشروط. ما هو في ضغط دلوقتي، مش لازم كل الفرقه ضغط عشان تتكشف ورا، في ضغط بيبقى ضغط عالي بمجموعه والمجموعه التانية تامينيه، وفي ضغط متوسط لمجموعه تانية تامينيه، وفي ضغط عالي بالمجموعتين والمجموعه الثالثه بتامن. ده طريقه لعب جديد في موضوع الضغط وموضوع الشغل. وفي الاخر يعني انا شايف انه التشكيل كويس. هيلعبوا زي 4-3-3 ملمسه في 4-5-1 اللي هو الاثنين اللي على الطرف هينزلوا زي جناحين نص ملعب تحت، اللي هو قول لي اسماء يعني الاسماء اللي خط الدفاع اللي هو واضح ابو فتوح وعمر كمال واثنين السرد باكين الونش ومحمد عبد المنعم ومارب، اثنين جاهزين. الثلاثه اللي في وسط الملعب افتكر انه هيستغنى عن واحد زي ما الكابتن اسامه قال على حمدي فتحي او السوريه يعني مع النني،
هيلعب النني واحد فيهم من الاثنين، ولكن السولية هو انا قلت ليه على السولية والنني، مش عشان هو واضح انه لما بيلعب باثنين بيفضل ان السولية والنني ويقعد حد هو ككيروش. وانا بقول ان الثالث بتاعهم هيلعب بمرموش وتريزيجيه. ايوه انا بقول كده، هيلعب بيهم، هيلعب واحد في وسط الملعب اللي هو تريزيجيه زي اول بدايه كاس الامم الافريقيه مع نيجيريا، ولكن الفرق كان محمد تريزيجيه ما كانش جاهز، او يعني هياخر مصطفى محمد شويه. يعني في ناس بيقولوا مصطفى محمد لازم يلعب من الاول وكده، لا انا اعتقد انه اللي يلعب بيه راس حربه محمد صلاح، عشان حته الاثنين اللي بينزلوا نص الملعب يبقى محمد صلاح فري، ما تعبوش في الحته الدفاعيه. يبقى انا بقول لو وجهه نظر انا يلعب بمرموش ويلعب بصلاح وتريزيجيه الثلاثه قدام. تريزيجيه من افضل اللعيبه اللي بيلعب حته الراس حربه، ومحمد صلاح يبدل مع محمد صلاح حته اليمين والشمال، واتمنى انه يعملوها، لانه اصلا تريزيجيه بيلعب راس حربه كويس، ومحمد صلاح بيلعب راس حربه وبيلعب طرف يمين. اوكي، ما يبقاش في مركزيه في الحته الاماميه. أوكي. اللي ثابت بس مرموش، اما الاثنين مش هيبقوا ثابتين في الحاله اللي زي دي. في الحاله الدفاعيه تريزيجيه يدافع، وفي الحاله الهجوميه يطلع مع صلاح ومع مرموش، ويطلع من تحت من نص الملعب واحد ثالث ويامن بحمدي فتحي ساعتها. بلال بص، انا يعني اتفق مع الكباتن في بعض الحاجات واختلف بس في التشكيل، لان انت خد بالك، انت كل مدير فني هو عارف طبيعه لعب لعبته رقم واحد يعني، وايه ومدى قدرتها وامكانياتها يعني، وعارف طبعا الفريق الخصم اللي بيلعب قدامك عامل ازاي. ودي حاجه مهمه جدا، وانت بتبني دايما مش بس عليك، انت بتبني على الخصم رقم واحد يعني. انا بشوف يعني بالتوفيق طبعا لمنتخب مصر، يعني مطلوب الاول اللعيبه تبقى عندها ثقه كبيره جدا جدا في نفسها. الماتش ده بالإضافة أنه ماتش يعني تكتيكيا مهم جدا للمدير الفني وللعيبة، بس ده محتاج روح قتالية عالية جدا 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 يعني. في ماتشات كده بنسميها ماتشات الروح القتالية العالية. لكن بالنسبة للتشكيل يعني الخط أعتقد الشناوي والرباعي الدفاعي تمام، ما فيهوش أي اختلافات. أنا من وجهة نظر يعني ممكن يلعب كروش بثلاثة فلات، يلعب بفتحي والسولية، ويلعب بالنني ويلعب بتريزيجيه ناحية الشمال، وصلاح، ويلعب بمصطفى، لان هو من المدرسه اللي عايزه دايما الفرود يبقى محطه بالنسبه له يعني. هو دي مدرسه بدليل كروش، بدليل ان هو واخد مروان ومصطفى محمد، واخد مروان الاثنين يعني، ما خدش محمد شريف. هو لو عايز يلعب بشادو سترايكر او لعيب عنده سرعات عشان يشتغل في الحته الحاجات الطوليه والقطريه والحاجات اللي زي كده، كان ممكن ياخد شريف تمام، او على الاقل يبقى بديل. بس دي لكن من الحاجات اللي نختلف معاه فيها انا من وجهه نظري، شريف كان لازم يروح طبعا. لا ما احنا ده خلاص اتكلمنا فيه كتير. ماشي، احنا بنتكلم على عليه. لا على عليه، هو فكره على فكره، ففكره هو ده، دي الطريقه وده اسلوبه يعني. عايز محطه اماميه يا كابتن، دي علشان الناحيه الدفاعيه يا بلال. انت هتدافع يعني، دي لا يا كابتن، مش عشان الناحيه الدفاعيه، عشان الكرات الطويله. انت بص يا كابتن، مش الفرقه اللي بتلعب استحواذ عشان يبقى عندك راس حربه متحرك. انت عايز كره طويله عاليه، لان انت كل بالظبط واحد يبقى محطه بالنسبه له، هو عايز كده يشتغل على الفريق العشري. كان دايما بيلعب مع، انا اسف طبعا، فرق مهم في تشبيه الفرق حتى، لكن كان بيعمل ايه؟ كنت بيكسب ازاي؟ بيلعب كره طويله لبسيوني او احمد عبد الغني، ينزلها لاحمد عيد او عبد السلام نجاح، يروح يجيب جول. بالظبط، هي كده. فدي طريقه اللعب، ودي طريقه لعب كيروش برضه نفس الطريقه بتاع انجليز زمان. بالظبط، عموما يلعب من يلعب، واللي احنا هنفضل دايما في ظهر منتخبنا الوطني في اي حد 11، اي 11 يلعبوا. طبعا ده كلام خبراء فنيين في كره القدم، كل واحد يقول رايه، وكلنا هنشوف ايه اللي هيحصل يوم الجمعه القادم. بشكرك جدا يا كابتن اسامه، وكل التوفيق للمنتخب الوطني. ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله. شكرا جزيلا يا كابتن عادل، توفيق لمنتخبنا الوطني. شكرا جزيلا يا كابتن جاوي، توفيق لمنتخبنا الوطني. انا بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا. انتهى هذا الاسبوع، او دي حلقه نهايه هذا الاسبوع. ان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا يوم الجمعه، ان شاء الله انا هلتقي مع حضراتكم بقى بعدها يوم الاحد، وان شاء الله ان شاء الله يا رب نكون عاملين نتيجه جيده يوم الجمعه القادم. المسانده والدعم، المسانده والدعم اهم شيء خلال بكره ان شاء الله، وبعد بكره ما قبل هذه المباراه. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، إن شاء الله أشوف حضراتكم على خير يوم الأحد القادم، وحلقة جديدة من البيت الكبير.